انضم الينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي شهاب العزازي. سيد شهاب، اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا، حياكم الله. اهلا وسهلا بك. يعني نقل البنك المركزي، الطبعه الجديده، الاحداث هذه الاقتصاديه والتدهور الاقتصادي الكبير، يعني ما هي الاسباب التي تتفاقم يوما بعد اخر؟ هل هذه من ضمن الاسباب ام ان هناك اسباب خفيه لا نعلمها؟ طبعا هو يعني يوجد اسباب حقيقيه موجوده، لكن منها ظاهر ومنها مخفي. هناك اشياء مخفيه، لكن خلينا نتكلم عن الشيء الظاهر الذي ممكن ان الحديث عنها اعلاميا، والذي يمكن ايضا يشهدها المواطنين بشكل عام. كل الاجراءات القانونيه التي تمت من قبل الحكومه الشرعيه او من قبل حكومه سلطه الواقع في صنعاء زاد من الانقسام المالي والمصرفي على بشكل واضح، كانها دولتين من حيث التعامل بالعملات، من حيث التعامل مع البنوك، من حيث تداول النقد، من حيث كل السياسات المالية الموجودة مختلفة بشكل كامل. أيضا قضية الحوالات وفروقات العملة وطريقة الصرف يعني دفعت من المواطن كل تلك المعاناة. فارق العملة في السعر يتأثر فيها المواطن، وفارق الحوالة أيضا يتأثر فيها المواطن، وبشكل عام حتى التضخم في الأسعار بسبب عدم وجود سياسة نقدية واضحة. البنك المركزي في عدن لم يستطع ممارسة دوره بشكل كامل، ولم يستطع أيضا حتى إخضاع المناطق الخاضعة على سيطرة بشكل قادر على أنه يحقق نجاحات. طيب البنك المركزي سيد شهاب يعني أصدر بعض القرارات، منها بعض المراقبة على سعر الصرف وأيضا على الصرافين. لماذا هناك قرارات لا تطبق على الأرض يعني؟ وأيضا إذا تحدثنا أيضا في نفس الوقت عن الوديعة السعودية، هل هناك من تحركات يعني دولية وإقليمية لحفظ الريال اليمني؟ عفوا، نعم، هل سمعتني؟ نعم، أتحدث الآن عن هل هناك تحركات سواء حكومية أو دولية لحفظ الريال اليمني؟ حاليا لا توجد أي تحركات مع الأسف الشديد، وهذا أيضا سبب مشكلة، لأنه الأصل يكون تحركات جادة وسريعة ومن قبل المجتمع الدولي بالتعاون مع الحكومة الشرعية ودول التحالف، لأنه هناك هم ملف اليمني مسؤولين عنه، عارفين ان الحكومه الشرعيه حقيقه غير قادره على التحرك بمفردها في هذا المساله. نعم. ويحتاج الى حلول عاجله، لانه اذا ترك الامر بهذا الشكل سيزيد الامر معاناه التضخم، اضافه الى تدهور سعر العمله، بالاضافه الى الجانب الانساني للمواطن سيستمر الحاله كما هو عليه الحال. نعم، جزيل الشكر لك الخبير الاقتصادي شهاب العزعزي.